المثال الخامس ينطبق على حالة الـ unbalanced load. The unbalanced star load. انتبهوا أنا محدد نوع الربط إنه هو star. بس شنو ذكرنا الصفة مالته أو الحالة مالته هو حالة unbalanced. فأنا بعد ما راح أطبق عليه قوانين الـ balanced load بالنسبة للـ star connected. Has balanced voltage of 100 volt. المصدر عندي هو بحالة balanced عادي، بس الحمل حالة unbalanced. إيش قد قيمة المصدر؟ قيمته 100 فولت. And the ACB sequence. انتبهوا إن السيكونس هو شنو؟ ACB. يعني طور الـ A ويلحق طور الـ C وبعدين طور الـ B. المطلوب: calculate line currents and neutral current. take. هسا انتبهوا هنا أني هذا الكلام راح يأكد لي الأحمال إنه طبيعة الأحمال راح تأكد لي إنه الحالة unbalanced. الـ ZA هي 15 ohm وهذه عبارة عن مقاومة. الـ ZB عبارة عن 10 plus J5 وهذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن مقاومة مضاف إلها ممانعة. عفوا مو ممانعة، محافة. الممانعة هنا عبارة عن مقاومة مضاف إلها محافة. والـ C هو عبارة عن 6 minus J8 وهذه عبارة عن مقاومة ومضاف إلها متسعة.